فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر صاحب الروض المربع أنه إذا كان قد جمع حصى جميع أيام التشريق ثم تعجل فإن حصى اليوم الثالث عشر تدفن، فهل هذا مشروع؟ لا، هذا عند العوام، لا ما له أصل، ما تدفن، ألقها في ميناء يلقاها غيرك، ولا عطاها غيرك من اللي يبي يرمون، ما يخالف. أما الدفن هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم إلى منه قضى حصاه اللي معه وضاع يتسلف، يقول سلفا، ما هو بسلف، هذا حصى يعطيك بدون سلف. نعم.